السلام عليكم. بالصراحة تعجب الأشخاص اللي يعانون من تصبغات سواء كلف أو نمش أو بقع داكنة أثار حبوب، ويقولون يا دكتور استخدمنا كريمات كثيرة وما فادت. منهم شخص يعني جانا قبل شهرين تقريبا ورسل لي يعني صور كريمات وأغلبها غالية جدا، سيرامات كريمات، ويقول لي ما فادت. سألته هل استخدمت كريمات فيها هيدروكوينون؟ يقول لي لا. استخدمت كريمات تحمي من أشعة الشمس؟ نفس الإجابة لا. قلت له هذا شيئين أساسيات تفتيح البشرة، فاتك الكثير. فأعطيت شيء من هذه الأشياء، وأمس سبحان الله زارنا في الليل شفت وجهه ما شاء الله، الكلف اللي كان في الوجه صفى، وجهه صار منور سبحان الله عظيم. فحبيت أعطيكم هذه المعلومات اليوم عن الهيدروكوينون، طريقة استخدامه حتى تستفيدوا الكريمات التي تحتوي على هيدروكوينون، وبنفس الوقت أضرب لكم أمثلة على وقاية الشمس حتى تستفيدوا وتحصل على بشرة صافية، لأن التصبغات هي من الأشياء التي أكثر مشاكل البشرة، تقلل إشراقة البشرة. فاليوم إن شاء الله بإذن الله بهذا الفيديو راح تخرجوا أنتم مستفيدين وبأقل التكاليف، تعتبر هيدروكوينون الستاندر للتفتيح وسعرها مناسب لدى الجميع. بالبداية ريت إذا كنتم جديدين على القناة تشتركوا وتدعمونا بلايك. بسم الله نبدأ. ما هي الهيدروكوينون؟ هي المادة العلمية الأكتف إنجريديانت، في منها تركيز 2% وفي 4%، 2% بدون وصفة، 4% يحتاج وصفة. هذه المادة تعتبر ستاندر للمواد التفتيح، عندما يخترعوا أو يكتشفوا مادة للتفتيح يقارنوها بالهيدروكوينون. المفتحات الطبيعية عديدة مثل كوجيك أسيد، لوكوريش، أركسوس، أو حتى ألفا أربتين أو جوليكوليك أسيد، فيتامين سي، نسنامايد، حتى في مدول من بعض الشركات، كلها يقارنوها بالستاندر مذكور في المراجع وفي الكتب والمعتمد عالميا. الهيدروكوينون يعمل على تبطيء خلايا الصبغية البيجمنت وانتشارها في البشرة. يستخدم العلاج أنواع التصبغات سواء الكلف أو النمش أو آثار الحبوب البقع الداكنة أو آثار حتى الحروق والجروح. التصبغات بشكل عام يعالجها ويخفيها، ويعتبر من المواد إحدى خلطة ثلاثية، موجود في الكريمات الخلطة الثلاثية كأحد ركائنها الأساسي. من أمثلة هذه الكريمات الخلطة الثلاثية البيجما نورم أو التريولايت. أنا صرفت للشخص اللي زارنا من الخليج قبل فترة تريولايت، وهو يعتبر بديل عن الخلطة الثلاثية ويحتوي على هيدروكوينون، وما شاء الله جاب نتائج رهيبة جدا، بس استخدام بطريقة صحيحة. لا يستخدم أثناء الحمل أو الرضاعة. هذا الاسم العلمي هيدروكوينون، أما الأسماء التجارية أشهرها الدكوين أو هايكوين أو أفكوين. أما إذا بحثتم في الجوجل وطلع لكم بنكوين ما أنصح فيه، لأن تركيزه عالي ويستخدم تحت إشراف طبي لحالة البهاق. بالنسبة لطريقة استخدام الهيدروكوينون، استخدم مسموح مرتين في اليوم، وأنا أفضل استخدامه في الليل. طريقة تنظف الوجه، تغسل الوجه، تنشف الوجه، بعدين تستخدم كميات بسيطة رأس الإصبع على أماكن التصبغات، مثل لو في كلف أو نمش فقط على أماكن الكلف والنمش. أماكن اللي ما فيها التصبغات ما تحتاج، لأن يوقف خلايا صبغية. أنت تبغون الخلايا اللي يفرزها البشرة توقف وتكون البشرة فيها بهاق؟ لا، تبغون بس توقف إنتاج الخلايا الصبغية، فرط التصبغات في الأماكن اللي فيها تصبغات مثل الكلف أو النمش أو البقع الداكنة. هذه الطريقة حولين العين، حولين الشفايف، منطقة حساسة وممكن تتهيج من الهيدروكوينون نتجنبها. وممكن زي ما ذكرنا نستخدم في الليل، وزي ما ذكرت أفضل أنواع دي تريولايت، لأن فيه ثلاثة أنواع مع بعض تعطي نتائج أقوى. ودائما أنصح باستخدام فترة محدودة وموضعي وفترة محدودة، يعني بالكثير يعني حسب التصبغات، لو كانت عميقة مسموح أكثر شيء شهرين إلى ثلاثة أشهر، بعدين توقف استخدامه لأنه راح يعطي نتائج عكسية، والتصبغات عميقة ما تروح. يعني إذا خلصنا الكورس وهو في العادة بعد أسبوعين راح تبدأ تظهر النتائج، زي ما ذكرنا ممكن شهرين بالكثير. إذا تحبون تحافظون على النتيجة، بعض الأحيان الكلف الهرموني يرجع لأنه عبارة عن هرمونات واضطرابات في الجسم، بيقول نبغى شيء نحافظ على النتيجة، فننصحهم باستخدام الإسكينورين، يعتبر آمن على المدى الطويل. من أساسيات تفتيح البشرة الخطوة الثانية هي استخدام واقية شمس زي ما ذكرنا في النهار، لأن أشعة الشمس هي التي تحفز إنتاج الخلايا الصبغية في البشرة، خاصة الناس اللي عندهم كلف تزداد مع أشعة الشمس، أو حتى اللي يشتغلوا في يطلعوا في النهار يعني في الدوامات أو في الأعمال. أما اللي قاعدين في البيت ما يحتاج استخدام واقية شمس، لأنه حماية فلاتر من أشعة الشمس. في أنواع عديدة من واقية الشمس، تستخدمون النوع اللي يناسب نوع بشرتكم، وفي أنواع تستخدم الأغلب أنواع البشرة، راح أضرب لكم على أمثلة مثل بيوتي أوف جيسون، بخلاصة البروبيوتيك اللي عبارة عن بكتيريا نافعة، وخلاصة الأرز نوع كوري يعني جدا مشهور، وفي أنواع أخرى من بايوديرما مثلا، أو حتى في من يوريال، تختاروا ما يناسبكم. المهم تستخدموا واقي شمس قبل ما تطلعوا من البيت بربع ساعة، وتكررونها
لو انتم تعرضوا لاشعه الشمس بشكل دوري. هذه اهم اساسيات العنب البشري، اتمنى اكون قد افدتكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناه وتدعمونا بلايك، واكتبوا لي في التعليقات عن تجاربكم مع استخدام الهيدروكوينون واقيات شمس، وعن الكريمات الغاليه اللي جربتموها ما فادت وكيف فادكم الهيدروكوينون. في امان الله.